قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بقناة السويس الدكتور أحمد درويش إن المنطقة تستهدف أن تكون ضمن أكبر 7 دول جاذبة للاستثمار حول العالم، لافتا إلى أنه تم إبرام 3 اتفاقيات تجارية مع 26 دولة إفريقية. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر بونات مصر أنه تم التعاقد مع الصين على 7 ملايين متر مربع لتخزين منتجاتها، وذلك في منطقة العين السخنة بعد إبرام الاتفاقيات مع الدول الإفريقية، وذلك للاستفادة من عدم وجود عوائق تجارية أو جمركية.